ايه ده، انت عملت وشم؟ اه عملت وشم. فيها ايه يعني؟ انت بتصلي بالوشم؟ لا لا ثانيه. طيب وايه المشكله ان اصلي وانا حاطه الوشم؟ انا سمعت ان هو بيبطل الصلاه. لا لا معرفش ان هو بيبطل الصلاه. الحاجات اللي انا قرات عنها وزعلت جدا واتصدمت فعلا، وهي الوشم، بس مش مقصود الوشم كده اللي هو العادي ده، لا، الوشم اللي بيبقى عباره عن وغز تحت الجلد، ابره تحت الجلد تختلط بالدم. انت تعرف ان لو انت عامل الوشم ده وعايز تصلي ان صلاتك باطله؟ انا بشوف ناس كتير جدا حتى ستات مسلمه وتلاقيها عامله الوشم ده تحت الجلد وطبعا صلاتها باطله. مش جاي اكلمك النهارده في ان الوشم حرام، لان كلنا عارفين ان الوشم حرام. انا جاي اكلمك النهارده ان صلاتك باطله. طيب انا لو عايز اصلي وصلاه تتقبل اعمل ايه؟ تتوب لربنا سبحانه وتعالى وتشيله بس كده. في رعايه الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.